نشر التعليم. فلما أذن الله بالخلاص من سياسة الباب المغلق كان لنا جهاد، وكان لنا في ميدان التعليم حملة بدأت للوهلة الأولى وكأنها تهافت الظمآن على الماء. إنها فعلا كانت كذلك، ونحن بدورنا أفسحنا المجال لوزارة المعارف وزودناها بما في إمكانيتنا لتحطيم قيود الجهل. وتعلمون مدى التقدم الذي حققته تلك الوزارة. كانت المدارس تفتح دون أي حساب للمتطلبات. وبعد يا أصحاب العالم، لقد كان التعليم أهم ما يشغل بالي، ورأيت أنه لا بد من توجيه الجهود في الدرجة الأولى إلى نشر التعليم، فالمهم هو التعليم حتى تحتضن الشجر.